هل مذكرات الجاسوس البريطاني هنفر التي تكلم فيها عن محمد بن عبد الوهاب صحيحة أم هي مجرد أكذوبة؟ هي مجرد أكذوبة. بيقول لك محمد بن عبد الوهاب رباه واحد إنجليزي اسمه مستر هنفر. مستر هنفر ده أبو منو؟ جاي من وين؟ واقع من ياتو شجرة ما بورو. نفترض إنه رباه مستر هنفر ورباه مستر الشيطان إبليس ذاته الكبير. طيب الشيخ عنده كتب، والبرعي والسمانية وغيرهم عندهم كتب، اتعرض الكتب دي على الكتاب والسنة، كتاب التوحيد، كتاب القواعد الأربعة، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، غيرها من الكتب، السيرة النبوية، اختصار زاد المعاد، غيرها من الكتب النافعة للشيخ محمد عبد الوهاب. أمشي أعرضها على الكتاب والسنة. بيقول لك مثلا كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هنفر هنا وينه؟ لا في هنفر لا في عنتر ما في أي حاجة. ايوه ما ساكت ولك مستر هنفر ما مستر هنفر وما ما ما, ما, ما بتغني حاجه. يا اخواننا النقد يكون علمي بكتاب، تجيب كتابه وقول ده مخالف الدين والاسلام، رباه هنفر رباه اي زول، ده ما موضوع. طيب